حابة طبعا اليوم بالمناسبة السعيدة هذه جدا نمسي على أعدائي ونقول لكم شن حالكم. أعدائي اللي قرموا فيي 24 ساعة وقيل وقال. القرمة اللي لا تتوقف والقصص الغريبة اللي نفسي ما نعرفهاش على نفسي ونسمع فيها من برا اللي هي تطلع علي. للأسف في مجتمعنا التقعميزة الليبية لا تخلى من القرمة. لا تخلى، ومش حنقول في ناس تقرم، لا كنا نقرموا، حتى أنا نقرم. أنا واصلة بي مرحلة إني لو ما لقيتش حد نقرم معاه، نقرم بيني وبين نفسي، عادي ما فيش مهم نقرم. بس حتى القرمة، القرمة، في قرمة حلوة اللي هي تسليك وإنك أنت ما تضرش البني آدم اللي أنت قاعد تقرم فيه وجايب فيه العيد. وفي قرمة سيئة، القرمة سيئة إن نوصل لما نجي نقرم بنادم، نوصل لمرحلة نضره، نضره في سمعته، عاد يجدح تنهتك عرضة بالقرمة وتصير وصايرة. القرمة بدت عندنا شيء أساسي، بدت الحاجة اللي تسلي فينا، حكم إحنا ما عندنا شيء يسلينا إلا هي. تمام أنا معاكم إني نقرم بس بطريقة على الخفيف، مش توصل بي يعني متى نوصل حد حتى للموت بالقرمة وبالكلام الزايد. استر ما وجهت. حاجة جدا مهمة إني أنا نستر، إني ما نوصلش الكلام. يجيك شخص يقول لك أنا فاعل خير وهذا قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، أنت مش فاعل خير، أنت فاعل شر. لانك انت قاعد تبني داخلي انا من تجاه الشخص اللي دوي علي كره، ويمكن يكون انا شخصيتي مثلا شخصيه يعني ممكن تنرفزني بسرعه او نزعل بسرعه ونعصب بسرعه، وكلامك انت اللي جايبه لي لتحساب روحك تدير فيه بالخير، هذا ممكن يضر البني ادم اللي انت جايبه منه وتصير مشاكل وتصير مواضيع. اللي ينقل في الاخبار حتى ولو كان الخبر هو صادق فهو فاسق. خيرني اللي تقول شيخ. تحمست شوية. فاسق طبعا فاسق، قيل وقال، قال عليك وقال عليك، دار عليك ودار عليك. نعطيكم أنا أبسط مثال، أبسط مثال. بنت ماشية في جامعة في شارع في أي مكان، ولد عجباتها البنت هي، قررت إن البنت هذه ما تبيش تعطيك وجه، مش عاجبها أنت، موش بالسيف هو. مرة اثنين ثلاثة، طبعا للأسف عندنا هلبة في الذكور وليس الرجال، أنا في فرق بين ذكر ورجل، إن هو لما البنت ما تعطيش شيء وجه او لما ما تعدلش عليه ينتقل لي تشويه سمعتها في مجامع الذكور وليست مجامع الرجال، يعني يقعمز ويدوي على شرفها، هذه مكلمها انا ودرت معاها ودرت معاها ودرت معاها، هو تلقى ما دار معاها شيء ولا حتى كلمها، او يمكن هي تكلمت معاه هزباته وزاد الشر داخله وزاد يبي يدوي عليها ويقرم يقول عليها انا شو نستفيد لما نجي ندوي نقعمز ندوي على حد في عرضه وشرفه؟ انا هنا شو بنستفيد؟ وين الاستفادة في الموضوع هذا كله؟ هي راهو احنا اخذناها القرمة كعادة ونسينا ان هي حتى دينيا حرام، اننا ناكل لحم البشر بكلام سيء وبديه وقصص وتأليف. ما عادش تعبوا روحكم، انا من مكاني هذا نقول لكم انا نور الشيباني انسانة جدا صريحة وواضحة. تبي تعرف حياتي السابقة تعال ندرس فيها لكل الناس، حتى حد ما عرفهاش قاعد تحكي لي قصة حياتي كلها. فيش داعي للتأليف، ما فيش داعي للتأهويل، هذه كانت وكانت وكانت وكانت، هذه أمها إيطالية أبوها ما نعرفش مني، وات؟ يعني كيف؟ طلعين علي دو أنا ما نعرفهاش؟